شوطنا مشاهدينا متابعينا الكرام الثالث عشر الذي اعلنت انطلاقته قبل قليل والمخصص لفئة الابكار. ابدا مع المركز الاول، ابدا مع انطلاقة دانات على صدارة الشوط لمحمد بن سعيد بن دلوان الكتبي من يقدم لنا هذا الحضور المميز. ثاني المراكز من الجانب الاخر نقلتنا مع انطلاقة رجوة لحمد بن سعيد بن عبيد بن بدر العليلي. والمركز الثالث تقدم شديد لمنصور بن سعد بن قذلة. الأحبابي من يحضر في هذا الحضور المميز. المركز الرابع أمطفية لراشد بن خلفان بن عبيد بن دلوان الاستبي. رابع المراكز أو خامس عفوا، المركز الخامس حدث لخالد بن عبد الهادي بن فهد بن صوفان الأحبابي من تألق هذا اليوم في نقاط ثمينة وحقق معنا الشوط الأول الرئيسي في هذا الصباح. ننتقل إلى المركز السادس. سادس المراكز تحضر الشاهينية لمايد بن سعيد بن سلطان بن غليط القفلي. الجانب الآخر أيضا يعلن تدخل من طواري لسالم بن سعيد بن منانة ووصول كذلك من تغاريد لعبد الرحمن بن عبيد بن راشد بن سيف الشحي. هكذا إذا نتيجتنا والمراكز الأولى المتقدمة. هكذا اذا النتيجه وانطلاقه هذا الشوط والعوده مع المركز الاول، العوده مع الانطلاق الاول والبدايه حمد بن سعيد بن عبيد بن بدر العليلي. اذا يسيطر على قمه هذا الشوط، يسيطر على قمه هذا التحدي. ولكن حدث على ثاني المراكز لخالد بن عبد الهادي بن فهد بن صوفان الاحبابي يغير النتيجه وينتقل الى المركز الاول وينتقل الى قياده الشوط وينتقل إلى مقدمة الشوط. الله يا بن صوفان على هذا الإبداع وعلى هذا الإمتاع الذي تقدمه وجنك مع انطلاقات هذا الصباح. عبيد بن علي بن سيم النبي واصل مع لبيه على ثاني المراكز. المركز الثالث أتابع ملامه لراشد بن سعيد بن علي الزرعي ولكن لبيه على المركز الأول. يا الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله. لبيه مع الانطلاق الاول مع الاندفاع الاول طارت وخلت الوقوف. لبيه اذا مع الانتصار مع الافتخار مع المركز الاول والناموس. سلامي عليك لنبي وعلى هذا الانتصار الرائع بالمركز الاول. تهانينا والناموس لعبيد بن علي بن سليم علي نبي على فوز وانتصار لبيه بالمركز الاول وتقديمها هذا العرض الرائع. المركز الثاني لخالد بن عبد الهادي الاحبابي. المركز الثالث لسعيد بن عبيد بن عديل العليلي. المركز الرابع لسالم بن راشد بن غدير. والخامس